هل إذا فاتتنا صلاة الوتر هل تؤدى بعد الاستيقاظ؟ صلاة الوتر من الأشياء المؤكدة التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا وحاضرا. يعني هو حاضر مش مسافر من باب أولى، وهو مسافر كمان كان بيحافظ على صلاة الوتر، ما كانش بيتركها. يعني ممكن يسيب السنن ويكتفي بالفرائض، سفر المسافر له رخص، ولكن عند الوتر بالذات وعند ركعتين الفجر، ركعتين الفجر اللي هم السنة اللي مع الفجر، والفجر ركعتين فرض وركعتين سنة، كان ما بيسيبش ركعتين السنة والوتر دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عند أئمة الحنفية أن صلاة الوتر واجبة، عند الجمهور بتساوي السنة المؤكدة، وركعتين الفجر اللي هي السنة دي عند الأحناف أيضا واجبة عند السادة الحنفية. فلذلك هم دول الركعتين اللي احنا نحفظها. فالإنسان ساب الوتر بالليل كيف يقضي؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم وتره بالليل فقضاه نهارا شفعا. كان بيصلي بالليل 11، صلاهم بالنهار قضاهم 12. بتصلي بالليل 3 وتر، هتقضيهم بالنهار ايه؟ 4. نعم، فيقضى شفعا.